بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المشاهدين الكرام، كل سنة وانتم طيبين، سعداء نلتقي في هذه الأيام الطيبات المباركات، ونلتقي في هذا اللقاء الخاص جدا مع هرم سوداني تميز في مجال كبير جدا، يعني إعلامي شامل له كثير جدا من التجارب ما شاء الله في كل الظروف، يعني ما بين الصحافة والإذاعة والشاشة وما بين العمل الخارجي في كثير من مناحي الحياة، وقادم من مدينة ثورية وإبداعية في ذات الوقت، يعني تجمع ما بين الروح الثورية وما بين الروح الإبداعية، قدمت كثير جدا من النماذج المشرفة لهذا الوطن العزيز. سعيد جدا اليوم معي داخل الاستوديو الهرم الإعلامي الكبير أستاذنا كمال حامد. مرحبا أستاذ كمال. بسم الله الرحمن الرحيم، وكل عام وانتم بخير يا اخي. انا شاكر المقدم لهذه المقدمه، اتولى انا كل مستحق لها، وهذه تحيه ونعيد على الشعب السوداني العظيم وهلا في كل مكان، وتحيه خاصه حقيقه للعاملين في هذه القناه، يعني استاذنا وصديقنا الكبير الاستاذ حسين خويلدي والاستاذ عصام الصايق والتيم العامل الاخوه هنا يوسف ووضاح والحادو ومازن، تحيه لهم جميعا، بقول لهم كل سنه وانتم طيبين. كل سنة وانت طيب أستاذ كمال، وإن شاء الله ربنا يديك الصحة والعافية ويعود العيد وإنت أكثر صحة وعافية وقدرة على العطاء كمان. آمين إن شاء الله. هذا ما نتبرعه لأنفسنا ولأهلنا ولأبنائنا وأحفادنا وللسودان، لأن بالفعل يعني في هذه الأيام الطيبة المباركة يعني يصلح الدعاء، فدعواتك لنا يا أخي بالصحة والعافية والتطور والتقدم للسودان، هذه إن شاء الله أتمنى أن تجد الاستجابة في هذه الأيام الطيبة، وأن ننعم بخير هذا البلد الكبير الذي لم ننعم به كثيرا بسبب الجدل والصراعات والاختلافات، ولكن نأمل إن شاء الله أن يكون فيما تبقى من عمرنا وما تبقى لهذا الوطن العظيم أن يجد الراحة والاستقرار إن شاء الله. إن شاء الله. كمال حامد، قبل الإعلام أنت معلم. نعم. ومهنة التعليم دي مهنة يعني راقية جدا، بتعلم أشياء كثيرة جدا، وخاصة تعليم البنات كمان. كيف بداياتك كانت في الوقت ذاك وكانت في مدينة العطبرة؟ نعم والله حقيقة طبعا يعني أنا كويس أنه سطرت كل يعني مراحل حياتي من الميلاد لحد 2016 حينما توقفت وأعلنت الاعتزال في كتاب نصف قرن بين القلم والميكروفون من 66 إلى 2016. ففعلا انا يعني التدريس حقيقة ليست المهنه الاولى، انا المهنه الاولى كانت في التلفزيون، يعني بعد ما امتحنا الشهاده سنه 69، يعني تاريخ كبير بعيد. كنت بتخطط انك تكون اعلامي؟ ايوه اعلامي، اصلا الاعلام ده عايش من انا في المدرسه الاوليه، بحرر جريده صوت التلميذ، في المرحله الوسطى صحيفه اشراقه، في المرحله الثانويه كنا نحرر الصحف الحزبيه، وكنت اراسل من عطبره، كنت انا طالب ومراسل، يعني انا طالب في سنه اولى وثانيه ثانوي كنت مراسلا، يعني وهذه لها قصص ولها حكاوي، يعني مع الرئيس التحرير كنت اعمل معه ذلك الوقت المرحوم صديق عبد الله عبد الماجد. وبعد امتحنت الشهاده و يعني كان فتح باب العمل مشروع يعني سماه البروفيسور علي شمبو ربنا يطول عمره بعبقريه الشريف حسين الهندي، حل مشكله البطاله دي نهائيا، بند العطاله. طبعا الشعب السوداني سماه بند العطاله، لكن اسمه الرسمي بند الاداره العموميه، فاي واحد يمشي يسجل اسمه ويقول دار اشتغل وين ودوك، بين خريج وسطى خريج ثانوي خريج جامعه، مرتبات معقوله في ذلك الزمن، يعني خريج الوسطى 18 جنيه، خريج الثانوي بده مثلا 28 جنيه، كم 20 جنيه، خريج جامعه كم 30، كان مبلغ كبير جدا ما تعودنا نمسكه في يدنا يعني. فانا طبعا سجلت اسمي قلت انا عايز الاعلام، فقال لي وديك التلفزيون، انا ما صدقت طبعا، كنت قاعد اعلام الوزاره ولا حاجه، قال لي تجي فدوني التلفزيون، اشتغلت في قسم الاخبار في التلفزيون تقريبا سنه ونص، ولكن بصغر سني كنت عملت مع عمالقه يعني في ذلك الوقت، ان شاء الله يجي الوقت المجال لذكرهم. فجاني اختار بانه الوالد رحمه الله انه قدم لي في التدريس في عطبره، فطلع اسمي من الناس المطلوبين للتدريس، فيعني شاورته كده وكده وبين رغبة الاستمرار في التلفزيون، التلفزيون حاجة جميلة جدا في ذلك الستينات، يعني زي ما قال علي شمو عننا جيل الستينات وجيل المؤسس للتلفزيون. فيعني لكن في الاخر قلبت وجهة النظر، ولصغر السن والواحد عايش بعيد من اسرته صغير، يعني عمري 19 سنة، فرأيت اني امشي تدريس، فمشيت حقيقة لقيت اسمي
في مدرسة العمال للبنات في عطبرة. نعم ومفتكر ما بعيد التدريس من الإعلام. لا ما بعيد ما بعيد. إلقاء وتوصيل معلومة. مؤكد مؤكد. بتحتاج لمهارات تواصل. مؤكد مؤكد فعلا لأنه حتى يعني في التدريس طبعا ذلك الزمان التدريس بالذات المرحلة اللي كنا بنسميها المرحلة الوسطى أو المرحلة الثانوية العامة زمان سموها. فالمعلمين بودوه مقترضة تدريب عنيف يعني زي الكورية الحربية سنتين. التدريب بارز شديد للتدريس وعلم النفس وطرق التدريس والأنشطة. فأنا بحكم يعني كنت ماسك الإعلام في العمل الإعلامي في المدارس اللي اشتغلت فيها ودرست فيها. فكان أغرب شيء بالنسبة لنا كان المسرح. فأنا اخترت نظام المسرح يعني في المعلم زمان ما كان بيخلوك إذا معلم ساكت يدرس عربي وجغرافيا وإنجليزي لا لازم يكون عندك منشط تتميز فيه عشان لأنه المدارس كان زمان ما شاء الله يعني. فمننا من اختار الفن الموسيقى في من اختار الرسم من اختار الفلاحة من اختار المسرح يعني فلذلك أنا من الذين اختاروا المسرح لغربه من الإعلام بس لأنه هو النقد المسرحي أحد الدروس الأساسية ودخلت الماس الناس يعني درست هذا الموسيقى والمسرح يعني نعم. يعني الآن غرني وناس حريكة وخطاب والمرحوم عميري رحمه الله وعفاف الصادق حمد الله ده كنت دفعتي في معهد الموسيقى والمسرح يعني. نعم فازاي جمعته يعني بس لانه لقرب التدريس من الاعلام او النقد ما يدرس في المعهد النقد المسرحي يعني نعم لكن كل فتره عملك بالتدريس كانت مع البنات نعم مع البنات مدارس البنات مدارس البنات والان نحن في زمن الكنداكه وزمن صوت المراه العالي جدا والمؤثر جدا في الحياه العامه اي والله والله يا اخي المراه يعني كل ما وجدت الفرصة بتبدع يعني زمان كانت حقيقة المرأة يعني تعيش في مكفولة في غمغم كده محرومة من تبدي رأيها تختار ملابسها تختار الخروج من البيت يعني ما شاء الله طبعا الآن والدين لا يمنع يعني الدين يعني الإسلام كرم المرأة يعني أكثر من كرم المرأة هو الإسلام ووصى بها يعني رسول وصى بها صلى الله عليه وسلم فوصوا بالقوارير خيرا يعني وتوصى الإنسان بأمه فلذلك مع الوعي والصحوة الدينية اللي شملت العالم كله في الفترة الأخيرة دي وجدت المرأة فرصتها لتبدع وتتقدم وتدخل البرلمان وتدخل الوزارة نعم يعني هذا شيء جميل يعني نعم طيب بعد ذاك رجعت للعمل الإعلامي مرة أخرى اخترت في السعودية حقيقة ما حد حكى أغلق فترة طويلة حد الموسيقى أنا انتقلت للخرطوم يعني قعدنا حد الموسيقى ودرست تقريبا سنتين كده ما حد أغلق لأسباب سياسية غير سياسية ما عارف قريب سنة كده فخلال هذه الفترة أنا مشيت السعودية لأني كنت معلم متفرغ للمعهد يعني فمشيت السعودية عملت في عمل شركات هنا وهنا يعني لسه فكانت في صحيفة غرب السكن بتاعي صحيفة عكاظ صحيفة شهيرة جدا فكنت بكتب اليوم مرة ما نشر ومرة تاني نشر ومرة تاني نشر بيقول نشر ضيف في الآخر نادوني وعينوني ما يسموه محرر متعاون نعم. فبقيت اكتب فيها يعني ومن تلك الفتره كمان فرغت تماما للصحافه يعني لانه بعد الشغل بعد العكاظ طلعت جريده الشرق الاوسط 7/7/77 تاريخ لا ينسى فاخذوني مع التيم الذي اشتغل في جريده الشرق الاوسط نعم. فمشيت معهم وتفرغت اليوم وودوني مكتب الدمام مسؤول عن مكتب يعني ودوني مكتب الرياض كنت محل الرياضة بس ماسك رياضة بعدين جابوني جدة أسسنا صحيفة الرياضية الصحيفة البنبية القوية دي وبعدها كانت التفرغ الكامل يعني بدايتك من الصحافة كانت من خارج السودان تفرغ من خارج السودان كنت مراسل في السودان راسل عدد كبير من الجرائم من عطبرة لكن تفرغ عمل متفرغ يعني كانت خارج السودان نعم طيب العمل في التلفزيون تحديدا وانت كنت مدير البرامج الرياضيه في التلفزيون نعم فتره نعم طويله جدا يعني نعم وصعب جدا في ذلك الوقت اداره سنة الرياضه في سنة التلفزيون في وقت كان المنبر واحد نعم والروح الكبيره بين الهلال والمريخ دخول التلفزيون ذاته يعني كان تقريبا يعني رغم انه انتمائي لاساس التلفزيون لان انا من جيل الستينات الذين عملوا في التلفزيون يعني ما زي الناس في ناس كانوا يتهمون انهم جابوكم في اخيرا وجابتكم الحكومة احنا انا من 69 يعني لما انا قلت لهم حتى دخلنا في مناكفات مع البعض قال لهم انتم جابتكم الانغاز شنو قال جابتكم انتم انا لما كنت شعار في التلفزيون عمر بشير اظن كان ضابط بدبوره قبل الانغاز فلذلك لما جيت السودان حقيقه نقلت مكتب جيت الشرق الاوسط من جده من صحيفه الرياضيه الى مدير لمكتب الشرق الاوسط في الخرطوم الكلام ده كان عام 89 تقريبا
فجيت هنا عينت عضو مجلس الإدارة بتاع التلفزيون، فكنت في مجلس الإدارة بتاع التلفزيون. بعد ذاك كلفت بحاجة اسمها اللجنة الإستشارية للبرامج الرياضية، اشتغلت فيها فترة. فجت مصطفى مسك التلفزيون فقام عيني مستشار لإدارة الرياضة لفترة. قلت يا أخي أنا مشغول ساعتها، كنت براسل البي بي سي وبراسل جريدة الحياة اللندنية، ودي جريدة رياضية كانت في السودان. مونديال لا الجريدة اسمها جريدة الجريدة. الجريدة مش كان عندك مونديال برضو؟ مونديال دي في الفترة الأخيرة. أي نعم. فيعني قال لي بس ادينا ساعتين يعني، بس عقدي كده بساعتين. طبعا طيب رجل عنده بعد نظر كده، بس ساعتين ديت بقت 24 ساعة، لأنه من طوال مستكنين مدير إدارة الرياضة في التلفزيون. كلام ده سنة 95 96 كده، وظللت فيها إلى 2006، يعني 11 سنة كنت مدير لإدارة البرامج الرياضية في التلفزيون. وتفرغت ليها وأخذت وقتي كله، وبسببها يعني ضحيت بجريدة الحياة اللندنية والبي بي سي يعني لفترات طويلة يعني. نعم. لكن الحمد لله إدارة الرياضة في التلفزيون في الوقت ده كانت صعبة جدا، وإلى اليوم يعني. نعم. بحكم يعني كان البرنامج الوحيد الناس بتنتظره. نعم. نعم. وكان روح المشاحنات كبيرة جدا بين الهلال والمريخ. أي صحيح صحيح. و... والله أنا كنت في الحكاية دي ما يعني لما أكون أنظر لها، لأنه أنت عايز تنجح في عملك أبعد الميول الخاصة أصلك. وانس إنك ميلت معناه أنت أعلنت كتبت السطر الأول في فشلك يعني. في زول في اي معال، القاضي او المحامي الموظف المذيع البتاع، مجرد ما دخل حياته شخصيه في عمله خلاص ده معناه اول حاجه من واحد انا بداته طريق الفشل. بعد ذاك تجي الحياه الاخرى. فيعني بحكم انتمائنا يعني لفريقنا القيمه لاحدهما يعني، الواحد صبح حاول يعني يغلب على الاخر يعني، رغم انه بعض المناكفات اخواننا الصحفيين طبعا يعني شنوا عليك الحملات يعني اقل حاجه صغيره ولا كبيره، لكن كنا بنرد عليهم. حتى العقلاء من الاداريين في سواء كان في الهلال ولا المريخ يعني كانوا راضين عننا الحمد لله، وكرمونا وعملنا سهرات في داخل الناديين، كانت من السهرات الناجحه جدا، شارك فيها كبار الفنانين. في وقت يعني هاجمك اعلام الهلال دافع عنك زعيم امة الهلال الطيب عبد الله كثير. طيب عبد الله يا اخي رحمه الله رجل صديق عزيز، وانا حقيقه يمكن يعني قريب منه شديد يعني. فمرة كان هو في يعني حاجة دافع عنه، لما كتبوا مرة خبر في جرائد الهلال كلها انه هلال تقدم بشكوى ضد كمال حامد للتلفزيون. الحين الخبر ازعجني كده شوية، فسألت التلفزيون يا اخواني جاتكم شكوى؟ انا ما جاتني شكوى. فبعد فترة كده يعني تلفون من الطيب عبد الله قال لي يا زول شنو؟ قال لي كان شنو؟ قال لي يا اخي اشتكوك دير خليه يمشي يشتغل شكوته برا، نحن لا اشتكي لك لا حاجه يا زول، امشي نحن راضيين عنك كده. فكان كلام طيب كده يعني. الرجل بيني وبينه يعني وما تتخيل مده، انا لا انسى لهذا الرجل بعض كثير من المواقف يعني، منها لما حصلت حادث البسط على المريخ في ام مغد وحصل فيه اصابات كبيره جدا وشهداء من تلك الرحله. طيب عبد الله كان يعني راكب السواق بتاعه في سيارته المرسيدس البيضاء دي، وقف مرابط قدام المستشفى يمكن من اول يوم لنهايته، وكان يبكي بكاء مر جدا. حتى انا جيت تصطيم ترجل كبير وعيان، قال لي انا ما بمشي هنا الا اطمن على الاولاد دي. فشوف يعني يا سلام ده بيحكي شكله. اي والله يعني بعد الكلام ده سجلناه ومصور يعني، وعملناه في برنامج خاص عن الـ عن الـ عن ذلك الحدث يعني. غير كده يعني كنا مشي في بيته كثير يا اخي وبتاع، ففي سهرات كنا نعملها للهلال الفتره الاخيره ما كان بيجي. فقال لي لما قلت له خلاص نعمل لك سهره هنا في بيتك ده اجيك ان شاء الله، قال لي كده معليش. طيب ده في فنان معين دايره؟ قال لي فنان دايره وقت تجيبه لي. قلت له ما بيجيبه. قال لي ابراهيم عوض. قلت له جدا اجيب ابراهيم عوض. مش طيب عبد الله ظهر انه بيناتهم صداقه قديمه ومحبه شديده جدا. فرحب فعلا، عملنا السهره وحضر معنا كان مهدي الفكير واخواننا الزملاء الشيرابي والزميل ابو القاسم. كانت من اجمل السهرات برضه في بيت الطيب عبد الله يعني. يا سلام. الرجل بيننا وبينه يعني كانت علاقه يعني قويه جدا. انا والله في وفاته يعني بكيت بكاء مر جدا يعني حقيقه، لانه حسيت انه انهد ركن كبير من اركان الرياضه في السودان يعني. صحيح. وكان يعني حلقه وصل جميله جدا مع المريخ ومع كل الناس، وكان بيحظى يعني طيب ده حزنوا عليه ناس المريخ اكثر من الهلال يا اخي. دير عمل حاجه ما بيعملوا حسي دارين الزمن ده، عمل هو كان مهدي الفكي. شوف العظمات دي مهدي الفكي. فكان عملوا حاجه اسمها قال لي يا اخي نحن طالما الكوره دي بتجيب قروش يا اخي نحن ما نلعب كل شهر. عملوا حاجه اسمها اللقاء شهري بين الهلال والمريخ، كل شهر بعد ما تصل المواهب تلقى الهلال والمريخ، وقويه جدا يعني خزينه الناديين انتعشت.
لكن مع التعصب الحاصل حسنا ده صعب جدا تقولون نلعبكم بقى مع بعض يعني. قلت يا زول تكلفنا وتعمل لنا وبيطير المدربين وبيطير الاداريين وبتاع. طيب ما كان بيظهر لهذا النظر يعني. على ذكر مهدي الفكي برضو يعني في دورة الصداقة كانت في أبها كان مشارك فيها الهلال والمريخ ومش بوفد واحد يعني. فكان في وداعهم في في المطار طيب عبد الله. فمهدي كان رئيس بعثة المريخ والاستشهاد كان رئيس افتكر اظن لبين البرير اظن كده. فالغى كان ما بيودي على الناس لما لقيت الهلال والمريخ اداهم كلام ونصايح وقال لهم احنا يا 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 لمين يا ناس الهلال رئيس البعثة دي مهدي. فمهدي رئيس البعثتين. بعد ايش الكلام ده موثق ومسجل يعني. يا سلام الروح كانت الليله وين يا اخي احنا الليله هنا نحن يا اخي. نعم استاذ كمال كثير جدا من المحاور وانت ما شاء الله تجاربك واسعه جدا لكن استاذنك ونستاذن الساده المشاهدين فاصل قصير ونواصل بعد الفاصل. مرحبا اعزائي المشاهدين نواصل هذا اللقاء الخاص جدا مع الاستاذ الهرم الاعلامي كمال حامد. استاذ كمال مرحبا مره ثانيه. وقبل الفاصل تكلمنا عن الإعلام الرياضي وتجربتك في التلفزيون لكن عندك تجربة أخرى يعني كثير من الناس كانوا بيندهشوا جدا لما يسمعوا كمال حامد اللي بيعرفوه في الرياضة هو مراسل البي بي سي في السياسة. يا أخي شكرا. أنا حقيقة دي واحدة من الحاجات يعني عملت لي حقيقة مش الرياضة بالذات يعني طبعا الرياضة لها تلفزيون والتلفزيون انتشاره قوي جدا لكن أنا يعني لسه صحفيا رياضيا فقط يعني انا اشتغلت رياضه في السعوديه بس لحكم انه في السعوديه انت عم تشتغل حاجه يعني السياسه صعبه هناك تشتغل فيها. لكن انا في السودان اول حاجه يعني منذ سنه 89 جيت مكتب جريده الشرارات في الخرطوم ما اكون رياضيا يعني حتى المكتب كان مراسل الرياضي بتاعنا المرحوم عمر عبد التام والاخ مفتي محمد سعيد يعني كنت مسؤول عن السياسه كنت بشتغل سياسه يعني فترة طويلة جدا اشتغلت شباب وسط سياسة يعني من 90 قول إلى حد 91 من 89 إلى 91 كنت شغال وسط مسؤول سياسي يعني راسل سياسي مدير مكتب صحيفة سياسية كبيرة. تحولت لجهة الحياة اللندنية من 91 إلى 2001 10 سنوات ما اشتغلت رياضة. البي بي سي تعاقدت معهم من 94 إلى 2012 ما كنت شغال رياضة يعني. فلذلك مرة في التلفزيون نظن واحد اقترح اسمي عشان برنامج بتاع خطوط عريضة ده حلل الصحف. فالموظف الأول المنتج بتاع البرنامج قال لك من حامد حامد بتاع الكورة ده ما بصدق انه انا بتاع سياسة. انا والله ما طبعا الذهنية اللي بيحفظوا بها الناس بيفتكروا انه خلاص يعني ايوه انت خلاص يعني ما التلفزيون لانه خطر واشهر بعدين نزلته يعني انغمست في العمل الرياضي بصوره كبيره جدا زي ما قلت لك كان اثر على عملي حتى في السياسه يعني حقيقه في الاخر يعني ما استمرت كثير معاهم يعني في الحياه ابو زول غيري يعني ما 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 متفرغ لهم بي بي سي استمرت معاهم حقيقه لحد 2012. فلذلك الرياضه يعني يا اخي تحتي من يحتيها. فنحن كنا حقيقه بنبذل جهد كبير جدا ما في يعني ما لا مقارنه في الزمن والحس الظروف كويسه جدا تحس المواد ممكن تجيك بكل الوسائل. احنا ما كان عندنا طريقه يعني بعدين الناس بيحتقدوا العمل في الاعلام الرياضي سهل لكن افتكر انه بالعكس يعني صعب اذا عملته بحقه صعب جدا. اما اذا تعاملت معه كما هو حاصل الان في معظم المتعاملين مع معظمهم يعني حقيقه ما كلهم يعني هو بالنسبه لهم بيفتكروه سهل لانه مجرد انه يعني كوره وتدغدغ مشاعر الجماهير بالكلام المعسول تهاجم الفريق الاخر مهاترات بهنا يعني لكن هذا ليس الاعلام الرياضي الحقيقه يعني. فنحن اشتغلنا اعلام رياضي حقيقه بصوره نحن راضين عنها وراضين عما قدمناه. فلذلك يعني تم تكريمنا والله في الداخل والخارج يعني وهذا شيء يعني الواحد افخر به كثير جدا. عملت 18 سنه في البي بي سي في مجال مختلف ما له اي علاقه بالذهنيه اللي بيعرفك عنها ما له اي علاقه يعني. انا غطيت مشيت الصومال ومشيت الجنوب وغطيت كل مفاوضات السلام دي للبي بي سي وحضرت حتى في الصومال كان في حرب يعني مشيت غطيتها يعني كنت شغال سياسه بكامل الظروف اللي تحتاج المراسل السياسي يلبسون حوايات خوذات نلبس الدرع ده الواغي من الرصاص يعني كنت شغال سياسه صح يعني يعني بصيغه مدرسه كبيره جدا. واحد يفخر انه اشتغل في البي بي سي يعني البي بي سي انت كونك تزور موقع ساكت في لندن دي
ولا تسمع إذاعتها أنت سعيد يعني، فما بالك إذا عملت مع هؤلاء العمال سنوات طويلة يعني 18 سنة أنا عملتها في البي بي سي يعني. نعم كده أصعب المواقف وطرف في المواقف اللي حصلت لك ما بين كمال حامد بتاع البرامج الرياضية وكمال حامد مراسل البي بي سي. هاي مرات تحصل كثير جدا يعني، يقول لك مثلا يعني أنت يعني مرة كنت بعمل لقاء مع لاماكول كده بعدين بقول له يعني جات كلمة رياضة وما رياضة، فقال يا أخي أنت هي أنت نسيت نفسك ولا أنت شغال رياضة ولا سياسة؟ المرحوم يوم جرينج والله حتى عملت معه شغل، ف يوم بعد نفاش طبعا توقيع الاتفاق على الهدايه طوالي، فعملت عوالي غالي بي سي لقاء جميل جدا يعني قبل شهور كده عادوه، فعملنا اللقاء وكان جميل جدا، وطبعا حقيقه بيحب الرياضه، كنا في المفاوضات دي بغطيها طوالي السنه. يا الاخبار ايه المخبار شنو بصوته الجهور ذاك، بعدين مريخابي كان ايه اخبار المريخ ايه كده، فقوم انسه طوالي كده. فلما عملت اللقاء بتاع الهنايه ففي النهايه قلت له يا اخي، قال لي خلاص يا اخي، بعد كده حصل السلام طوالي، بقى عايزين الهلال والمريخ يجوا طوالي يعملوا احتفال هناك. قلت له والله جدا والناس لازم بدوا، لانه حسه في كمال كيلا والمورده في جوبا في في قافله رياضيه موسيقيه. قال لي لا كمال كيلا وناس مو دائما ناسنا، انا داير الهلال والمريخ. فيعني الرياضه تخش يعني بين الحين والاخر يعني. نعم حصل لي برضو موقف يعني برضو مع الرئيس نميري. طبعا انا كنت فترات كنت من سدنة مايو، كنت في اتحاد شباب السودان، كنت رئيس اتحاد شباب السودان بعبره، رئيس اتحاد شباب عديد كده مايوي كامل، عشان كده انا في السياسه مريت كده على حياه خفيفه اصلا احنا صغار يعني، اسلاميين اتحاديين وشيوعيين كله جربناه. لكن لما نضج كده بالذات من سنه 72 تقريبا انا كنت مع مايو يعني، ف سنه 86 اظن كنا اتحاد العربي كنت غدا، كنا عندنا دورة في القاهرة وأنا كنت في اللجنة الإعلامية بتاعتها، فقلت يا أخي مش هسلم على نميري بعد الانتفاضة طبعا، بيعرفني بعرفه يعني كويس يعني، فلا لا ما عرفت حقيقة أصله كيف يعني، قالوا في قصة من القصور بتاعت مصر الجديدة دي، فبالصدفة لقيت هاشم الزبير هناك يعني من غضب المريخ، كان غضب المريخ وكان معانا في اتحاد شباب السودان، كنا في اللجنة المركزية اتحاد شباب السودان سوا. قلت يا اخي، قال لي يا اخي جات المناسبه، قال لي يا اخي مبارد عشان مع نميري، قلت يا علي الله يا اخي دار امشي قابل نميري ده وده اعمل معه حوار يا اخي. قال لي طيب انا تمشي ما قلت له ما كيف ابدا؟ قال لي خلاص انا بكلمه ليك. فكلمت ناس الجلسه الاوسط رحب وقال لي يا اخي دي حيكون خبطه غير عاديه حوار مع هنا، قال لي ناخذه للجلسه الاوسط لمجله المجله بس لما تحدد كلمنا عشان يمشي معك المصورين وهناك. فكلم هاشم الزبير قال لي يا اخي كده كده، قال لي هاشم قدر ما اوصف له واكلمه، قال لي قال يا اخي ما اعرفك انت ما اعرف لك كيف نميري، قال لي والله قدر ما اقول لك كده اوصفه، لكن قال لي خلاص طالما كان مايوي خليه يجي. فجيت ومعايا المصور من مكتب الجريده اخونا حسام دياب الله يطراه بالخير، وهاشم الزير كان معانا، هاشم خشته كده وانا جيت بروح ايوه لا عرفته ده الناس عبره يا اخي ده بتاع عبره ده لما حصل ضرب صاحب القطر. هو الاخوه بيني وبين واحد اخونا ثاني اسمه طنبل كان برضه في اتحاد شباب السودان يعني، وكان في اضراب كده هو كان ساقوا لهم قطر يعني كسروا الاضراب زي ما الان دي نتكلم عن الاضراب عبر قطاراتهم دي ما جديده قطارات دي ما قديمه جدا يعني، حتى في مايو لما حصل الاضراب وانشلت الحيوز زمان كلها المايوين سيروا قطر سيروا جابوا الخرطوم، وكان في نوع من يعني كان في ضربه حقيقيه للمعارضه لانه السيكه هي شغاله يعني، ودي كانت واحده من اسباب فشل واحد من الاضرابات، لانه مثل هذا النوع من الضربات اصلا زمان كان يضرب 100% بينجح، فالناس خشوا عدد من المايوين شغلوا قطاره، وفي سكه حديث في صفاره كده صوت عالي شغلوها، وبعدين في دخاخين كده تطلع يعني الناس بالاخر العمال المساكين شافوا الحكايه افتكروا العمال نزلوا فنزلوا، فكان من نوع من فشل الاضراب، فده كان نميري بتقول لا عرفته يا اخي من الناس عضبره، فقعدت معاهم انت الحوار، قال لي يا اخي طيب انت حسا وين؟ قلت انا قاعد في السعوديه في الشرق الاوسط ليه كم سنه؟ حقق معي تحقيق كده قلت له والله قريب 10 سنين. قال لي يا اخي ال 10 سنين دي كلها ربما ما فتح عليك بكلمه كده عن مايو حقيقه حصلني كده يعني خجلت كده. فقلت له والله ما يعني ربنا ما سهل لي، بعدين انا ما شغال في الشرق الاوسط ما شغال سياسه شغال رياضه انا محرر رياضي. فقال لي الرياضه حسيت انت ما جيت هنا للرياضه جيت اكوس السياسه. هو طبعا عنده كده مرات حاجات كده عجيبه جدا. فيعني دي دون المواقف الواحد ما اسكولها بكل خير يا اخي تجمع ما بين الرياضه والسياسه يعني. نعم نميري حل الرياضه
مدرجة غير الجماهيرية. دي من حياتي كنا طبعا غير راضين يعني. نعم وقالوا لما افتكر حاجة شاخور قال أكبر إنجازات ما يونا حلة الهلال. شاخور طبعا بتاع النكتة يعني قال قالوا له في طائرة ليبية كان جات رمت الإذاعة وبتاع ونايل. فقال الطائرة دي كانت عميانة من نادي الهلال. طبعا دي النكت بيقولها لكن لو جيت للجد أصله ما بيلعب في الـ في الـ في, في الهلال. نعم وكان يعني علاقته بالطيب برضه على خالص خالص. ربنا يرحمه ويغفر له. والله يا رب يرحمه يا أخي دجل عظيم جدا. قال يا أخي الهلال لو ما في نحن نفرح لما نغلب منه. وبقولوا برضه عظمة الهلال من نديته للمريخ. طبعا طبعا يعني. طبعا طبعا بدأت من الثلاثينات يعني. نعم من بدايتها طبعا بدأت شكلها كده كورة كده خشت وتمت الجمهور خشة بقت شكلها. نعم ما يحرت الرياضة الجماهيرية وناس كثار جدا بيقولوا القرار ده يعني صار في تدمير الكرة السودانية. قرار خاطئ جدا. احنا كنا في مؤتمر اتحاد شعب السودان هو اعلنا في مؤتمر اتحاد شعب السودان حتى الناس ما مصدقين حتى الناس كان بيهتف كان الناس شايلين علم الهلال وعلم المريخ وبتاع في المؤتمر كان لغاية حاشد كده. فلما قال ثاني لا هلال لا مريخ الناس سمعوا بيقولوا لا هلال بلا مريخ طبعاً ده متعرف كان بيقولوا لا هلال بلا قال لا مش لا هلال بلا لا هلال لا مريخ لا مورد لا تحرير. فالناس نزلوا أعلامهم وكان فيه يوم كده يعني وكان حدث الناس بتناقشوا فيه لكن مشت لكن ما ريحت طبعاً ما ريحت استمر زي سنة ونص كده يعني. الناس بيحتقدوا إنه يعني القرار ده سببه إنه يعني انتصارات للهلال. لا لا في لا كل لا كاسات لا 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 كان بعلن الرئيس نميري معروف انتمائه للمريخ. معروف لكن لا ليه ليس لهذه الدرجة يعني. هو كان صديق طيب عبد الله وبتاع هي حصلت حقيقة كان سببها مجموعة كده من الهزائم كان الفريق القومي كان مفروض لبشي مباراة مهمة كده وكانت في استاد الهلال مع زامبيا أفتكر. وكان مفروض رجعوا لركلات الجزاء فنحن طلعنا من ركلات الجزاء ضيعنا فقدنا الفرصه كان في غضب شديد جدا للهلال فقام يغالي يعني كلمني زين عبد الحميد القادر قال لي في الفتره ديك نحن قررنا انه نحل الانديه لانه كان الجمهور متعصب وضيع البلنتي حموري كان سهلال بيشتموا في المريخ وانتم السبب كده يعني التعصب ده كان بدا دوبه كده فقال لي طلع القرار بالرياضه الجماهيريه دي. فكان خالد حسن عباس كان وزير الصحه كان عنده دوره كده اسمها دوره الثوره الصحيه بيجمع قروش لدعم المستشفيات يعني شوف الناس كانت كيف زمان يعني. يا سلام رحم الله يا خالد حسن عباس. فقال لي نميري يا اخوي كده قرار اجله شويه عندنا الهلال اللي خسر النهائي بتاع الثوره الصحيه دي فخدت كل تلعب بعدك حلها زي ما داير. قال لي خلاص. فكانت المباراه هي هلال المريخ وكان حاضر الشيخ زايد بن سلطان حاضر مع باعتبار حدث كبير يعني مباراة جميلة يعني. فالمباراة ديك حصل فيها شكله انه طيب سند علي قاقرين ضرب حمو ضرب طائر هواري في فاول جي طيب سند ضرب علي قاقرين بنية وحصلت الشكله ودورت الشكله وبتاعه هنا ها 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 والجماهير خشت الميدان ولا لك ولك الميري بقى زعلة شديدة جدا واخذ الشيخ زايد ومرقوا من الكورة يعني. انا حاضر الحكاية دي فطلع القرار طوالي بعدها انه حل الاندية لانه شوف يعني كان ممكن مع الشيخ زايد والكورة وكان جميل يمكن كان نسى القرار لكن قرار كان نص مؤقت انه بعد المباراة دي. نعم جاء بعد المباراة كمان زاد تطين بلة. نعم وهاجر الكوادر والنجوم مئات اللاعبين للسعودية نحن فريقنا هذا هاجرنا يعني كلها نحن هاجرت بعد الله هاجرت في الفترة دي يعني تقول في البلد ما فيها هلال ومريخ ولا فيها كورة ما شباب كنا يعني فهاجرنا الله يعني السعودية كنا قريبا كم 40 لاعب كانوا في السعودية وإعلاميين ومدربين وإداريين حتى الأناطين الفقراء بيشتغلوا الكورة هاجروا يعني كنا نشوفهم في السعودية قاعدين مع الأندية في الوقت ذاك القصة دي كانت موجودة والله موجودة من الوقت ايوه ليه حسوا ليه بكرة أما في الإمارات كان أكثر الامارات كان اللعيبه اكثر يعني قريب ال 100 لاعب كان مش الامارات كلهم كل الفريق القومي مش الامارات سعد سانتو وسوز المرضي والضب ومحمد حسين كسله وبشاره وكله كل بشاره وقعدوا هناك يعني لما انعادت الانديه ناس جو نعم وفي ناس باصلوا الوضع هناك كان احسن وبتاع واحتراف وبتاع فقعدوا برا. نعم قبل فتره عملت حوار مع عمان وعثمان الحاج عثمان انطون انطوني يا قال لي الهلال المريخ ديل تعبانين سايل لو ما سجلوا انطون كويس ما بيجيبوا كاس من برا يقولوا كده يقولوا اصلي معروفه دي شاخور ده زمان كان بيجي مثلا بيجي السعوديه في العمر وتكون معاه ويكون في كوره هلال المريخ
يقول لي يا اخي الليله بقيت بعيدين. في شنو بعيد يعني؟ قال لي يا زول احنا ما عندنا شغل ثاني بنعمله ولا ما بدنا نعرفه يعني. استاذ كمال استاذ انا فاصل قصير ونكمل حوارنا اللطيف ده ونعود بعد الفاصل ان شاء الله. اعزائي المشاهدين فاصل قصير. مرحبا اعزائي المشاهدين مره ثانيه، سعيد جدا بهذا الحوار الخاص جدا مع الاستاذ الكبير كمال حامد. استاذ كمال كثير من القصص قلت لي في الاناطين. ايوه انت جبت السيره قلت له اسمع الحاجه ولا حاجه كده. نعم هي عملت معه حوار قال لي تعبانين ساي في سجلوا في المحترفين المنافعين دير. قال لي كان جابوا اعطون كويس يجيبوا كاسات. ايوه اسمع حاجه طبعا رجل لطيف يا اخي بتمنى له الصحه والعافيه. هو كبير في السن في بيته يعني حقيقه داير يتمتع بالونس يمشي اسمع حاجه في بيته في بحري. فعندنا معه مره في السعوديه كان اسمع حاجه كان في عمره في رمضان وبعدين كان في المدينه المنوره. ف حقيقة ناس يوم العيد بتاع العيد ناس بيصلوا الصبح ما في زول بيتحرك من محله كانوا قاعدين الحين بيطلع الشام يصلوا صلاة العيد لأنه مرق ما بيلقى حتة تانية فقاعدين وعثمان حاجته كان بقى مليان والمسجد صاني أصك لو رميت إبرة تسمعها إلا اللي بيقرأ قرآن بهنا ولا بتاع والناس مستنين الشمس فعثمان ده كان موجود وهشي وقف كده كوري يا ضيفي الجامع ده كله المدينه وقف يا عثمان الناس في المدينه شنو ضيفي؟ قال يلا الطوم بتاعنا. فدي من النوادر بتاعته الكثيره عن الاناطيل. وبعدين بحب التحرير بحب نكت يعني مره كان تنس بيها طبعا تنس بيها مره برضه انا عملت معاه حلقات كثيره جدا عندي معاه مذكرات 4 حلقات والله ان شاء الله التلفزيون يذكره يجيبوها. فبيحكي من الحاجات قال مره قاعد في بحري في نادي التحرير فجاء واحد قال له والله الهلال الموارد لاعبين والشوط الاول الموارد غالبه هلال 2-0 يا اخي والله كويس يا اخي بتاع طبعا بيتعاطر مع الفرق غير الهلال مريخ دي. فالمهم انتهت الكوره جو الناس دي من الرياضه ها يا اخوانا الكوره كيف؟ قال الهلال غالب 3-2 ها الموارد غالبه 2-0 هذا. فقام قالوا يا جماعه قالوا يا اخوان ادوني نادي الموارد. فقالوا مشيناهم في نادي الموارد قاموا قاعدين زعلانين كده قال لهم والله انتم مجانين يا اخي انا خدت لي جونين في الهلال ده والله مش هديسك كوره في بحري وجا كم. قال لي برضه مره الانطون جاو اظن شغالين لناس الهلال وجو ناس المريخ برضه فالانطون قال لهم انتوا جيتوني والهلال يعني نطلع لكم تعادل ما في مشكله. لا دي عنده كثير عنده لا عنده نوادر يا اخي والله الحلقات الاربعه ديل فيهم عليه غير عن 50 60 يعني من النكات الظريف ومش عارف يمنى القريض وراح نلقي عنده حاجات كده عجيبه جدا ويؤديك ما بعرف عنده حاجات غايته ان شاء الله تقول لكم فرصه يا خمسه. نعم انا مشيت له والله هو رجل صديق والله زرته في البيت قبل فتره يمكن يا ريت والله يا ريت سجلت معه ان شاء الله ربنا يديه الصحه والعافيه عمنا بين ما بتعوض عثمان الحاكم من الرعي الاخطاء عثمان ليه في التحرير وشغال اداري في نادي التحرير اشهر مدراء الكره كيف بعدين بناكف طبعا بسبب التحرير ده قال مره وقفوه انه ما يخش النادي فقالوا بيجي سايق عجلته ووقفه في جبل السور بتاع النادي زراعه كده وقف العجله ويقعد يستنى ها فلان غلب الكشتينه فلان نزل هنا بينه مش عارف يا جماعه بس هنا حيخلوه ياخذ على شو مكان وزير حكوا له القصه قال يا جماعه لا اصل وقفوا هنا قال طبعا لغى القرار يا اخي امشي امشي وين ده غير نادي التحرير ما عنده حته قالوا جيب برا فلان جاء فلان ما جاء الليله فلان غلبوا الليله في الضمن الغالب منه بمرة لحوم عجيب يا اخي. نعم استاذ كمال الزمن بياخذنا بسرعه صحيح. اتيحت لك فرصه العمل في ما شاء الله يعني في الصحافه في الاذاعه في التلفزيون وراسلت صحف خارجيه وعملت يمكن اطول سوداني عمل في البي بي سي. نعم. 18 سنه يعني صحيح. كيف بتقرا المشهد الاعلامي وبتقول شنو للشباب هسه؟ نعم. والله يا اخي في 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 اشراقات لانه مع كليات الاعلام دي ناس درسوا اعلام هذه ما كان عندنا يعني فلذلك عندهم الفرصة بعدين التقنية الجديدة دي فرصة يعني العاز العاقل فيهم هو العاز يستفيد يبني مستقبل يستفيد من كل هذه الإمكانيات الدراسة الأكاديمية وعلى الإمكانيات الوجودية ممكن يسهل للأمام والحكاية ده أنا مستفيد منها يعني الفرق كبير بين الإعلاميين والعالمين في الخارج احنا ذاتنا لما كنا هنا ما كنا عندنا مستوى إلا بعد ما مشينا اشتغلنا برا شفنا الناس شغلت كيف يعني قعدنا مع عمالقه بتاعت الصحافه الاعلام ناس كبار يعني وجهونا فلذلك الواحد يستفاد مع وجود الامكانيات وجود الراحه النفسيه الاستقرار الوظيفي يعني عندك مرتب كبير جدا يعني فدي يعني عشان كده جينا ده الواحد بيشفق عليهم والله لانه يعني مرتبات ضعيفه
ولا يمكنه حتى من يعني حتى احسن واحد في مكانه موتر كده يغطي بيه يعني. الحركه بقت صعبه حركه صعبه والله، خاصه مع الظروف الاخيره دي وكده. وقت والله الواحد يعني قلبه مع الشباب الاعلاميين، رغم توفر امكانيات الفنيه التقنيه في الاعلام والجامعات، لكن الظروف الخاصه بالاعلامي يعني غير متوفر يعني. نعم. الصحافه الورقيه شايف مستقبلها كيف؟ نعم. والاذاعات مع يعني الاشياء كلها بقت في التليفون. تأثرت كثير يعني. واحد ما يعني ما بيتذكر 200 مش ساعة عشان يشتري جريده، بالاضافه الى انه طبعا الناس ما تعودوا الجريده تكون ب 15 جنيه كده ولا حاجه يعني. فلذلك كان الزمن كده يعني، الناس زمان كانت يعني بعدين سامي بيحبوا. انا مره كان معايا رئيس تحرير الشرق الاوسط اسمه عثمان العمير، جاء عشان يعمل لقاء هنا مع كان رئيس اول ايام الانغاز دي، فانا بحركه يعني. فكان في باص من الباصات بينزير ده، الباص مليان ناس وفي البيبان ناس كثيره جدا. في واحد اخذت جرايد احتباطه كميه من الجرايد وماسك في الماسوره بتاعت الباب بتاع الباص. عثمان الحكايه دي قال لي يا اخي شوف المنظر ده. قلت له شنو؟ قال لي شوف الراجل ده، شوف الراجل ده. قال لي من الشعب ماسك بيد وبيده الثانيه جرايد كثيره شايله يعني. قلت له يا اخي ده شيء طبيعي. قال لي لا انا ما بفكر، قال بفكر انه الراجل ده يعني كان ممكن يلقى مواصلات اسهل من دي يعني جرايد. قال لي شوف الراجل ده فضل انه يشتري جرايد. يا سلام. الباص كان بقرشين ولا 5 قروش، حياه مجانيه كده. والجريده كانت بقرش يعني يشتري 10 ايام 5 جرايد ب 5 قروش ويركب باص بقرش يعني. شوف لا يعني الناس فعلا كتب عنا، كتب عمود كامل عن السودانيين كده ذكروا القصه دي يعني. يا سلام. نعم. استاذ كمال، بعد 50 سنه اصدرت الكتاب كمال حامد نصف قرن من بين القلم والميكروفون. ما كان يفتكر انه انت ما شاء الله يا رب يديك الصحه والعافيه، لازم تقدر للعطاء يعني. مساله ربط الاحتزال بزمن يعني. نعم. والعمل الاعلامي ده ما فيه معاش يعني، والله ما مرتبط بالعطاء يعني. والله البلد الوحيده اللي بينزل فيها الاعلامي معاش هي السودان يعني، للاسف يعني. الحقيقه هذا الكتاب ما كنت افكر فيه، لكن مع تقدم السن وتدهور الصحه الواحد بقى يفكر انه يعني قليلا انه يدون الحياه بتاعته دي. فلذلك انا حقيقه في جانب بتعرض له كثير من خلال التلفزيون. انا دخلت حاجه اسمها اتحاد الاذاعات العربيه ده في تونس. ده اتحاد الاذاعات ده تاسس في السودان سنه 69 و81 لما نقلوا الجامعه العربيه من القاهره لتونس بعد كام ديفيد، نقلوا لتونس وظل هنا قاعد يعني. ف تاسيس سوداني كان. انت كنت عضو فتره طويله جدا في اللجان الاعلاميه للاتحاد العربي. ده اللي جيك لي. ايوه. فلذلك انا شو اول رئيس لهذا الاتحاد. فعندنا كده موده كده مع هذا الاتحاد. الان المدير العام لهذا الاتحاد هو عبد الرحيم سليبات، سوداني ومهندس اللي اشتغل معاه من هنا لتونس، والان بقى مدير عام لدورتين يعني. فنحن فخورين بهذا. انا من خلال هذا الاتحاد سنه 96 لما مسكت اداره الرياضه، كل سنه بيعملوا اجتماع لمسؤولين الرياضه في الوطن العربي كلهم، يوضعوا خطط والتغطيات اللي حنقولها. زمان كان التلفزيون بينقل اي حاجه، حتى كذا انا كنا بننقل يعني قبل ما تيجي الشركات. انا مسميها الغول الذي التهم الاحداث الرياضيه الكبيره دي. فهناك في لجنه الرياضه 96 شاركت فيها، سنه 98 اختاروني رئيس، نائب رئيس لهذه اللجنه. سنه 2000 كل سنتين في انتخاب، سنه 2000 اختاروا الرئيس. ظلت فيها من 2000 لحد 2014 انا الرئيس لهذه اللجنه. من خلال هذه اللجنه بيكون مسؤولين عن التغطيه اللي اسمه الفريق العربي الموحد. كل العرب ديل يجوا يغطوا حدث واحد، كاس العالم، دوره اولمبيه، نهائي كاس افريقيا، نهائي كاس اسيا وهكذا يعني. فكانت كلها متوفره لدى الاتحاد يعني. الاتحاد بيحصل على حقوقه ويقسم ويغلق على الدول العربيه. فاذا كان كنا بنتفرج كاس العالم يعني لحد 98 اتفرجنا كاس العالم، لكن بعد ذاك خشت الشركات. انا بذكر سؤالك لبلاد زياره السودان كان عن انه كاس العالم للسودان مجانا. صحيح ايوه قال طبعا يمكن كلام ساكت مدانا ولا حاجه. ايوه انا كنت بقريه انه الناس بيشوفوه قال لا كاس العالم حنديه السودان مجانا، طبعا كان قال ساكت وقال ارضي، ودانا له ارضي حقيقه، فانا قلناه على ارضي يعني مش فضائي يعني. فدار اقول لك انه من خلال عملنا في الفريق، كنت مسؤول عن الفريق العربي الموحد ده من خلال رئاستي للجنه الرياضه في اتحاد الاذاعات، غطينا الدورات الاولمبيه كلها يعني سيدني 2000، اثينا 2004، الصين 2008، لندن 2012.
الدوره الثانيه كانت في 2016 في البرازيل. انا في 2014 توقفت يعني. تم تكريمك في البرازيل 2016؟ لم اعود هاي. فقام اخواننا في اتحاد الاعزاب طلبوا لي بطاقه بتاع انه يتم تكريمي، لان نزل يعني نزلت معاش يعني في 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 البرازيل. فلما راح لجنه اولمبيه الطلب لقوا الزول اللي كان مسؤول وبتاع، ف يعني صدقوا لي ببطاقه بسموها اي 1 دي، وقالوا لجنه اولمبيه تكرمه في الدوره دي في البرازيل. البرازيل بلد الرياضه والكوره، فانا اكرم في البرازيل. وقلت اجي رجع ثاني اشتغل في الجلائر مونديال وما مونديال. فمن تلك اللحظه انا قررت اني انا. وحاجه ثانيه حصلت انه لقيت دائما 56 سنه، انا بديت 66 وانا طالب في ثانيه ثانوي كنت براسل. ف 66 ل 2000 لقيت 50 سنه، قلت والله دي فرصه جات من السماء كده ما بضيعها. انه ارجع ثاني اشتغل في التلفزيون عالم الرياضه ولا بتاع، وكان حاصل مشاكل بتاعت عالم الرياضه وقناه النيلين والمشاكل اللي الناس عارفينها دي، وصلنا المحاكم يعني، ودي موضوع ثاني بس ما مجال لنا نسمح له الليله هنا. فقلت بس خلاص. بديت طوالي انا من 2015 اكتب في الكتاب ده، اخذ معي 11 شهر امشي السعوديه اكتب، عندي غرام في السعوديه بمشي هناك. طبعا الكتاب فيه كثير جدا من الصور ان شاء الله. ايوه وبيحتاج لمساحات اوسع والله. أيوة ما شاء الله يعني فيه توثيق كمان لكثير من الناس، كل الحياه من الميلاد يعني. وصلت لعطبره فصول، وصلت لبخطروطه درست فيها، وصلت للتدريس، وصلت للتلفزيون، وصلت للتدريس، وصلت للاغتراب، وثقت لي حاجات كثيره الحمد لله رب العالمين. انت برضه عملت في التعليق الرياضي برضه كثير كثير. التعليق الرياضي طبعا من السعوديه كنت بشارك في مع التلفزيون السعودي، كان عندي برنامج اسمه في معيار النقد في التلفزيون السعودي كل يوم خميس. بعد ذاك جات الاي ار تي دي، بدات بقينا نشتغل معاهم في برامجهم خاصه في التعليق. لما جيت السودان وعينت مديره البرامج الرياضيه لقيت في ازمه في التعليق، أزمة طاحنة حقيقة، مشكلة كبيرة جدا. ما كان عندنا معلق واحد كده ممكن تقول عليه يعني، بالذات في التلفزيون. فقلنا طوالي نفتح الباب لل على عملنا إعلان داري معلقين، قدموا لنا 500 صفيناهم على 300 صفيناهم على 100 100 عملنا لهم دورة طلعنا ال 30 الأوائل، وهم دي حس المعلقين اللي بيعلقوا في الميدان هم كلهم الشباب دي كلهم اسمح الله تفضل الله، والشباب دي كلهم دي من المجموعة دي يعني. قليل منهم من بيتذكر انه احنا جبناه ودربناه، مش دربناه وساكت. جبنا اليوم هنا مدربين يعني، جبنا مرحوم زاهد قدسي عمل دورة بتاعت الاولى، جبنا علي حميد عمل دوره، جبنا عدنان حمد جاب عمل دوره، جبنا الدكتور علاء صادق عمل دوره، جبنا حسام فرحات من مصر عمل دوره. ودورات كانت مكثفه. بعدين عندنا فرص كان بحكم وجودنا في اتحاد الاذاعات، عندنا مركز تدريب الاذاعي والتلفزيوني في سوريا، وانا كنت ماسك لجنه البرامج فيه. فكنا بنودي كل سنه اربعه، اثنين من الاذاعه واثنين من التلفزيون، يدربوا في سوريا، يدربوا في دورات في تونس، في الاسكندريه، في الرياض، مش كل الاولاد كلهم دول اخذوا فرص تدريبيه. نعم الان ما في تدريب وكذا. للاسف انا من سبت التلفزيون في 2006، اداره الرياضه في التلفزيون 2006 لحد الليله ما دعمت الدوره الرياضيه واحده. نعم. لا لمدربين لا لغيره. نعم استاذ كمال اعتزلت العمل الاعلامي لكن ولدك شغال في الاعلام. صح الكلام؟ مهند نعم. وده بغضني لسؤال يعني، هل الاعلام ممكن يورث حتى ولو توريث بالبيئه يعني باعتبار انه والله ممكن والله ممكن لكن ولا الموهبه ولا هي يعني الاساس يعني؟ هي البيئه بتكون خلقت منه اعلامي يعني، بيقعد يشوف الاصدقاء ويشوف الزوار بيمشي معاك ويجي معاك يعني كده بتاع. حصل له قصه ظريفه جدا من اسى ولدي ده، بيمشي معي طبعا هو صغير شديد كان يعني في السعوديه، بيقوم بيمشي معي بحضر تمارين المنتخب السعودي الانديه. فكنا في النادي الاهلي السعودي، هو بيقوم يلقى الكوره البر يلعب، والسبت كان بيدرب في الحراس. انا بقول له اول ما نمشي في السعوديه في جده ولا في الدمام ولا في الرياض، اي واحد يسال يقول لك انت بشجع منه عشان ما يعرفوا مولينا، انا داسيا كنت في السعوديه، قول له بشجع المريخ عشان اتخرج من انه في جده اهلي والاتحاد، في الدمام الاتفاق والقادسيه، في الرياض النصر والهلال عشان اتخرج. الناس اللي قاعدين في كل مكان يا استاذ. ها؟ الناس اللي في كل مكان. ما في الرياض ما في لا يعني قصدي شنو؟ في جهه تانيه تعرف صار لك لي انا. بقوم بقول له بس اي واحد يقول لك انت مشجعني اقول له مشجع المريخ عشان يقول له خلاص ما لي علاقه ما تخش في حكايه ما تخش في مشاكل السعوديين. نعم. فمره في جده سبت كان مدرب حراس المرمى في نادي الهلال، فقام من ناحيه فالولد جاته رقم كده حراس المرمى الولد ذاته مهند ذاته، فبيجي عليه الكوره بتاع عليه الكوره كده قال لي بتشجع
شجع البنات قال لك قوم طيب. قلت له لا هنا غلط هنا غلط هنا غلط. نعم استاذ كمال نواصل حوارنا الجميل ده، لكن استاذنك واستاذنا الساده المشاهدين فاصل قصير ونواصل بعد الفاصل. نواصل حوارنا الجميل اللطيف مع الاستاذ الكبير استاذنا كمال حامد. استاذ كمال احنا في الجزء الاخير من الختام، لكن يعني انت ما شاء الله تجربه متنوعه جدا جدا. انا طبعا حكايه المسرح دي ما كنت عارف، يعني رغم انه بعرف كثير جدا من جوانب شخصيتك. ايوه يعني ناس كثيره ما عارفينها، يعني بعض اخواننا المسرحيين يعني يعني قبل شهور كذا ما توفى الاستاذ الكبير ابراهيم حجازي، انا عملت عنه برنامج في قناه الخرطوم، فالناس ذاته استغربوا ايه علاقتي انا بابراهيم حجازي، وتكلمت عنه يوم على الفراش وكذا وكتبت عنه مقال وبتاع. فيا جماعه انا يعني زي ما قال لي اخواننا المسرحيين الرياضه دخلتك، انا 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 بحكمي كاني معلم كنت درست بسرح، تخرجت في النشاط الرياضي بسرح اللي هو المسرح المدرسي والحاجات دي، ورشحوني لواحد الوسيط دخلت السنه الاولى يعني بامتحانات وبمعايلات شديده جدا، يعني عملوها ناس اساتذه كبار، ناس خاجي وناس الدكتور خالد المبارك والاستاذ الشاعر محمد عبد الحي المرحوم، يعني كانت معايلات قويه جدا. اخذونا الدفعه دفعتنا كان فيها زي 20 نفر، دخلنا سنه اولى في معهد الموسيقى والمسرح قسم الدراما. دفعتي كانت دفعه يعني ناس المسرح سبوها المشاهير لانه كانوا يمثلوا اغلبهم، يعني فيها المرحوم عند عزيز العميري، فيها المرحوم الاستاذ عفاف الصادق حمد النيل، من الممثلين في غرري وفي حريكه حسن رئيس قسم الدراما في الاذاعه، في خطاب حسن احمد، في عبد المنعم الجزولي، في استاذ جعفر سعيد مقدم برامج عن البصر حسن واحده من الاذاعات دي، عبد القادر الاصر، منى عبد الرحيم رحمه الله، فادي جنيد، يعني كان حاجه دفعه كده بحكم انه في المسرح كله بيمثل، يعني في سنه اولى كان تمثيل عديل كده، يعني استنى بس انا العطيل انا كنت امثل العطيل، يعني دي دخلنا بها المعهد يعني دوب دور تمثله، كنت مجتهد جدا حتى ولا انا متعبر كنت ساكن معاهم مسمي كان بيسموني عطيل، حد قريب بيقول لي عطيل، لانه كنت بمثل وبقعدين وقاعد في الحيطه وبمثل بجد، يعني يعني الحياه الواحد بيعملها بيخلص ليها. فبنجي الاذاعه نشارك في التمثيليات، نجي التلفزيون، انا في التلفزيون في تمثيليه اسمها المحاكمه بتاعت زينب بليل واخرج الاستاذ بدر الدين حسني، انا كنت امثل فيها وشريطها موجود، يعني حتى كان معانا في المسرحيه دي ابراهيم حجازي وعيسى تيراب رحمه الله. فعيسى قال لي مره قبل ما افتش البتاع ده اجيبه عشان اوري، انا كنت صغير جدا طبعا، فمثلت كنا في فرقه اسمها فرقه المسرح الحر، كان رئيسها عميد المسرح احمد عثمان عيسى، وكان معنا عيسى تيراب وابراهيم حجازي عبد الرحمن غريب الله محمد عثمان المصري رحمه الله والجماعه دي. فالفرقه دي اخذت المسرح اسمها بلدنا فاطمه، عنيف عمر الحميدي وخلاج عثمان احمد، انا كنت ممثل فيها، مثلت فيها خشبه المسرح القومي سنه 75. نعم. لكن مشيت السعوديه انقطعت صلتي تماما. الاغتراب نفسه يعني حولك ل اي حولت يعني خلاص لقيت مجالي في الصحافه اكتشفت. نعم. فرغت لها. غير مهند من اولادك ما في؟ ما في، لا عندي محمد لا لا ما لا ما والله عندي بنت صغيره كنت نفسي خريجه قانون جامعه الخرطوم، كان نفسي انها تخش مجال الاعلام، حتى مره قلت ادخلها في معاينه بتاعت مذيعات فشلت، قلت لها ما بحب الاعلام، هسه هي محاميه مع زوجها في الامارات، يعني دي اصغر عندي ثلاثة بنات يعني كبيره رؤى دكتوره استاذه في جامعه شندي اقتصاد، ورنا طبيبه الان في السعوديه مع اولادها، ورشدي هي حس محاميه هناك، الاولاد عندي مهند الكبير ده اعلامي شغال الصحافه في السعوديه هسه جاي هنا نهايه كل لسه مش عارف شغل الصحافه ما عاجبه كده، يعني بيساعدني في بعض اعمالي الخاصه. وعندي ثاني محمد مهندس في المستشفى العسكري في السعوديه في تبوك، يعني نعم احنا بنحيي كل افراد اسرتك الكريمه. أيوة والأحفاد. والاحفاد والاحفاد بنقول لهم كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله. أيوة ربنا يعيد عليكم العيد بالخير والبركات ان شاء الله باذن الله. انا بديت كلامي بعطبره ونختم بعطبره، يعني اسير شنو في انه عطبره دوما يعني ما بين الجسار وما بين الابداع، يعني حتى الناس في الكوره برضو رغم القوه لكن بتحس بهم دائما فنانين ومبدعين. يعني والله شوف هذا الابداع، يعني هذه اول حاجه لنا طبيعه عطبره ذاتها مدينه يعني مصنوعه، انا قاعد اقول دائما البلد الوحيده اللي عندها شهاده ميلاد اصليه، لانه عطبره 1906 قبل 1906 ما كان في حاجه اسمها عطبره، جو الانجليز نقلوا خط السكه حديد كان العاصمه السكه حديد في وادي حلفه، نقلوا لعطبره
واخذوا الاسم وبنوا سكه حديد. بعد ذلك كانت قريه صغيره يعني زي القرى البسيطه اللي ما فيها حسمات داخله يعني حاجه بسيطه كده يعني ناس بيزرعوا جنب البحر وبتاع لكن ما فيها حاجه فاضي يعني بلد. فجاء سكه حديد اختارت هذا المكان اللي هو ملتقى بين مجرى نهر العبر ونهر النيل ملتقى جميل يعني. فبنوا سكه حديد جابوا الورش وبنوا دعوا القبائل تيجي تشتغل في السكه حديد. قبائل جات زرافات ووحدانا كل قبيله جات بعمدتها كمان يعني. فلذلك يعني حتى سكه حديد تلقى يقول لك ناس هنا يحبوا الدريسه، ناس هنا يحبوا القطارات، ناس هنا يحبوا الورش. فجات قبائل قبائل حتى القبائل اللي جات عطبره جات باصولها يعني. الدليل على ذلك تلقى في احياء في عطبره مسمى باسماء احياء موجوده خارج في السودان يعني. تلقى اكبر حي اكبر احياء فيها اللي اتولدنا فيه احنا اسمه بكول. بكول دي مدينه في الشماليه يعني اسمه بكول. وتلقى يعني ذلك انه احيانا القريبه هنا مش عارف دي كلها احياء جات الناس جو والمدينه توسعت. فبيجوا زي اسره واحده بيشتغلوا في حته واحده وفي الليل عطبره دي كلها تتوزع على الانديه او الزوي. الزوي مره مشان اصدق زاويه لضبط المجلس قال لي اخدي ما بديت تحديد انا دي مدينه الزوي لانه كله نادي لهم زاويه اذا كان اهل بعض قبيله هاي طائفه كلهم بالزاويه بتاعته. فالمدينه بعد المغرب كلها تتوزع الى الزوي والانديه. وحصل فيها انصهار يعني تلقى زي ما انصهار انصهار وكل قبائل السودان موجوده في عطبره. ما يعني ما تقول عطبره دي بلد جعلين ولا الشاقيه ولا بلد الرواطب لا كله ده موجود فيها. حتى ابناء غرب السودان يعني زمان لما نكلوا بعلي دينار وزعوا اولاده في المدن في اثنين من الاولاد جابوهم في عطبره دي اسماعيل علي دينار وهارون علي دينار مشهورين واشتغلوا في الفن والرياضه يعني كده. وفي نادي ابناء غرب السودان نادي كبير جدا ويعني كده كل السودانيين موجودين في عمان. فده خلق منها هذه الألوفة بين أهلها. ولذلك كان فيها إبداع يعني تلقى مثلا الفن تلقى مثلا في عطبرة كان في عطبراوي عطبراوي من عشرينات يعني بغني. والملاحظة إنه هو الفنان الوحيد يمكن ما انتقل للعاصمة يعني ما انتقل ومحافظ على اسمه وهويته العطبراوية هويته عطبراوية. حتى من الحياة طبعا سجلنا معه حاجات كثيرة جدا يعني من الحاجات اللي سجلها لما حسن وحسين ديل تبعنا عطبرة جو الخرطوم فقال لهم يا جماعة ما أول تنسوا اسم عطبرة دي قال لهم ما تبقوا لي زي الكحلاوي وعبد داود دي كانوا فنانين في عطبرة مرحوم الكحلاوي وعبد العزيز محمد داود كانوا فنانين في عطبرة من هم من نفس المنطقة من الباوقة كحلاوي من الباوقة داود من بربر ويعني عايشين في عطبرة. لما جو الخرطوم ما في زول حس ما في زول عارف انه داود انا اول ما اعرف ابو داود داود عطبراوي لا عطبراوي وعلاقته بالعطبراوي دي من عمر يعني كان شغال في السكه حديد كان شغال عوادي في السكه حديد هاي شغال اسمه جزرجي بالدريسه عنده كثير من القصص نوادر نوادر. فلذلك قال لهم ما اسم عطبراوي انت ما جيت ست عطبراوي بقول لي على اسم عطبراوي ما تبقوا لي زي ابو داود والكحلاوي. ففعلا حافظوا على اسم تيمان عطبرة خلاص. حسن وحسين حسن وحسين عبد القادر اسمه فراحت اسم حسن وحسين بقت تيمان عطبرة. فدي دي, دي, دي هي المدينه. بعدين الحاجه اللي خلقت الناحيه الثوريه دي انها مدينه عماليه والعمال دائما شغوفين كده بترغيه المهنه بتاعتهم وحقوقهم. ومن اول الحقوق كان النقابات ما في سمعوا العالم في نقابات بدات في الثلاثينات والاربعينات في نقابات في العالم وطالبوا عمل نقابة. فاجتهدوا عملوا إضراب لمدة 33 يوم السؤال ده كله تعطل والناس عطبرة ديل القدرية يدوا الخضار مجان والجزائريين يدوا مجان ولأنه قرشين يتبرع وبتاع 33 يوم الناس دي كانوا معطين للسودان لحد ما سمحوا لهم بقيام تنظيم النقابة. كان أول نقابة أظنها في الشرق الأوسط في ذلك الزمان اللي هي اسمها هيئة شؤون العمال تبع سكة حديد سواء ناس طيب حسن وعبد الله بشير ومرحوم الشفيع كلهم رحمه الله الشفيع احمد الشيخ وقاسم امين وشخصيات شخصيات لها وزنها يعني. فالعمل النقابي كمان خلق الناحيه الثوريه اللي هي طريقه عمل في نفس الوقت مطالب حققوا مطالبهم. فده اللي خلى عطبره. لذلك جاءت الابداع في مجالات كثيره يعني تلقى مثلا رابطه ادباء نهر عطبره دي من الاربعينات والخمسينات عبد الله علي ابراهيم ديل وسمين عبد المجيد بتاع يحملوا هؤلاء العمال ما تفتكرون عمال جهلة لا ابدا. عمال اول حاجه معظمهم خريجين مدارس صناعيه يعني قالوا جزء من التعليم لكن مثقفين بطبعهم. يعني هل تعلم انه من العمال يعني زي الشفيع احمد الشيخ رجل خطيب مفوه الحاج عبد الرحمن شاعر هاشم السعيد شاعر عبد الله بشير مؤلف شاعر ومؤلف مسرحيات مسرحيات صور 24 مؤلفها عبد الله بشير من العمال نعم
طيب حسن شاعر يا وطني العزيز يا أول واخد شاعر طيب حسن. فشوف شوف يعني يعني ما عمال لانه عند العمال ذاتها كان فيها ثقافه نعم يعني. روح ثوريه وروح ابداعيه حتى في الرياضه يعني. كثير جدا في الابداع برضه الرياضه طبعا نحن حسنا بنتكلم في الرياضه بيقولوا نسكتوا يقول لك لا الرياضه من درمان استاذ الخرطوم شيخ الانديه شيخ الانديه كيف استاذ الخرطوم سنه 57 هل تعلم ان الرياضه عبره سنه 27 اتعملت وفي اللوحه موجوده حي الاساس المستر باركر وضع حي الاساس يا عبره 27/11/1927 يعني استاذ الخرطوم الرياضة عدبرة قبل استاذ خرطوم ب 30 سنة كأن ذا الرياضة لما كانت عملت ذا الرياضة في عضو 27 ناس الهلال الأمريكي كان بيلعب في حيث ما سوق القش ما كان في ذا الرياضة أيه. كان بيلعب في سوق القش فدي دي 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 الرياضة بعد كده شوف الناس اللي برزوا من الرياضة واحترفوا في الهلال والمريخ صديقنا شوقي عبد العزيز دوما بيتكلم عن طيب سناد وأحمد سالم وزغبير يعني ما شاء الله موسى يعني عدد كبير جدا نعم يعني التحية لكل أهلنا في عطبرة المدينة الثورية الجميلة اللي قدمت لنا الهرم الإعلامي الكبير أستاذنا كمال حامد أستاذ كمال أنا سعيت بك جدا والله وشرفتني كثير بحضورك وبالحوار الجميل ده وكل سنة وانت طيب ونتح لك الفرصة في الختام تحيي من تحيي وتعيد على كل الناس والله يا أخي أول حاجة أحييك يا أخي حقيقة أنت يعني واضح أنك محاور ذكر أول مرة حقيقة تحاور معاك لكن واضح أنك يعني ماشي صح يعني الله يحييك حيي الفريق العامل برا أخرى المخرج والمصورين بازد والحادو والضاح تحية لي وتحية لهذه القناة العظيمة القناة القوية قناة الحرية والجمال حقيقة والله تمارس فيها الحرية أنا قبل شوي كان بيتكلم أحس يا أخويا لي قال لي يا أخي ما أعرفك جاي فده وريك له شو ده صاحب القناة يعني لا لم يكتب بالتفاصيل اللي بقول جاي بقول الباشي نحن شغلنا مدير التلفزيون والله لو ساكي جاب لهم ضيف الشارع يعرفوا منه بشوف يعني دليل انه ثقه في العاملين يعني انا بقول والله دي شهاده يعني حصلت قبل لحظات عبر الهاتف انه تارك المسؤوليه والثقه الكامله يعني للاساتذه الكبار يعني الاستاذ عصام الصايغ وكل العاملين في هذه الاداره انا حقيقي برضه احييهم تحيه كبيره واتمنى حقيقه ان تتواصل هذه القناه بنفسها نعم انت في كثير يعني المفروض ناخذ منك ما شاء الله كتابك ده براو محتاج لحلقات ولمساحات اوسع ان شاء الله والله وخبراتك دي كثير الناس محتاجين لها تجربه بالتاكيد سره تستحق التوثيق وتستحق الاحتفاء ان شاء الله ان شاء الله بارك الله فيك شكرا استاذ كمال كتر خيرك كل سنه وانت طيب ان شاء الله انت طيبين ان شاء الله المشاهدين الكرام دي كانت حلقتنا مع الاستاذ الهرم الاعلامي الكبير كمال حامد الى ان نلتقيكم في لقاء اخر في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل وإلى اللقاء